مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير توم كريمي ناجح 100% من أول تجربة وما مندخله بيض أبدا. هيدا التوم بدون بيض لساندويش الشاورما، دجاج، البطاطا، أي شي بتحبوا تحطوا فيه توم للفراريج ممكن تستعملوا هيدي الوصفة. وصفة كتير كتير سهلة وسريعة وكتير روعة، شايفين من أول تجربة بينجح لنا هيدا التوم الرائع والطيب. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. موجود عنا بالطنجرة كوب مي وعنا هون نص كوب نشا. هيدا الكوب اللي رح عير فيه كل المقادير. بحط النشا فوق المي، بحركن شوي على البارد. هلأ بحطن على الغاز وبحركن تحريك مستمر ليجمد عنا الخليط. خلط منيح مع بعض ليصور عنا النشا لون شفاف. بس صار عندي النشا بهيدا القوام، لون الشفاف وبهيدا القوام، هلأ بطفي الغاز. بحطهم بالصحن ليبردوا تماما. هلأ بتركن ليبردوا منيح. عندي هوني خليط النشا اللي عملته أنا وياكم، هلأ بحطه بالخلاط. ثلاث حبات ثوم كبار، ممكن تزيدوا انتو حسب الرغبة بتحطوا الثوم. نص ملعقة صغيرة ملح، نص كوب لبن، نفس الكوب اللي عيرت فيه المي والنشا، بخلطهم مع بعض. بس خلطتهم شوي مع بعض، هلأ بحط ملعقة صغيرة خل التفاح، هذا الخل اللي حطيناه بخلي الثوم ياخد وقت أكتر لينتزع، ما بينتزع بسرعة. 3 معالق طعام عصير حامض ليمون، كمان بحط ربع كوب مي، بخلطهم مع بعض. هلأ بدور المكنة وبنزل شوي شوي مثل الخيط ربع كوب زيت نباتي. انتهينا من الثوم. هيدا الثوم اللي عملناه مع بعض. هيدا الثوم اللي عملته أنا وياكم، ثوم عن جد ناجح 100% وبيتحضر بدون بيض وبخمس دقايق تقريبا. كتير كتير طيب ورائع وناجح من أول تجربة. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.